اليوم ان شاء الله غنشارك معكم المقادير ديال تحضير البابلوبا الكيكه الرائعه واللذيذه. مقادير ديالها جد بسيطه وطريقه سهله وتحضير سريع، فابقوا معايا تشوفوا الفيديو الى الاخر وشكرا لكم. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى من الله ان الفيديو اليوم يوصلكم في احسن الاحوال وفي صحة جيدة باذن الله ونهاية اسبوع موفقة. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الباستيل كيكة اللي كتجي رائعة المنظر، لذيذة المذاق وسريعة التحضير، اللي ان شاء الله غادي نحتاج فيها الفواكه الحمراء كما كتشوفوا عندي هنا، واللي ما متواجدلوش الفواكه الحمراء يقدر يزينها باي نوع من الفواكه اللي عنده متواجد في البيت. هاد الكيكة اليوم ان شاء الله كيكة مختلفة على باقي الكيكات اللي هي الاصل ديالها استرالي، كتجي بنينة بزاف وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. يلا تشوفوا باقي المقادير ان شاء الله. بالنسبة للمقادير فكما سبق وذكرت غادي نحتاج هنايا الفواكه الحمراء، عندي هنايا الفراولة قطعتها قطع صغيرة، عندي هنايا التوت الاحمر، التوت الازرق البري، عندي هنايا تقريبا 30 غرام ديال دقيق الذرة المايثينا، عندي هنايا الفايني اللي من بعد غادي نحتاج الروح ديالها، عندي اربع بيضات واللي غنستعمل فيهم فقط بياض البيض لا غير، عندي هنايا كذلك تقريبا 200 غرام ديال السكر و 200 مليلتر ديال القشده الطريه. بما اننا اليوم ان شاء الله غادي نحضروا الكيكه ديالنا ببياض البيض كما كنقولوا عندنا هنايا الميرينغي، فقلت علاش لا ما نشاركش معكم واحد المعلومه اللي القليل كيعرفها حول ترقيم البيض. الكثير والعديد من الناس كي باش كيبغيو يشريو البيض ما كيردوش البال للترقيم واللي هو مهم جدا، لان احسن ترقيم هو الصفر او الواحد او الاثنين. فما كننصحكمش اخواتي انكم تشريو البيض ثلاثه لانه غير ملائم، ظروف اللي كيكبر فيه الدجاج غير ملائم والمكان كذلك غير ملائم وبالتالي غير صحي. فاحسن ترقيم هو الصفر، والصفر كما كنقولوا حنا عندنا هو البلدي. فانا هنايا اقتنيت الواحد، شريت الواحد فتهو زوين احسن من ثلاثة بكثير، ولا لاحظتوا حتى الفرق ديال الثمن بين واحد وثلاثة ماشي شي فرق كبير. فمن الاحسن دائما نحاولوا نشريوا الحاجه اللي صحيه اكثر. ودابا ان شاء الله نبداو على بركه الله في تحضير المرينغي ديالنا. اول حاجه اني غادي نفرق بياض البيض والاصفر ديال البيض. بسم الله هنا غادي نحط البياض، عفوا بسم الله، والاصفر اللي غادي نحتفظ فيه بهاد الاناء لوجبه اخرى ان شاء الله. بسم الله غادي نحاول نخلط السكر مع دقيق ديال الذره باش نتفادى داك التكبدات اللي، لان الذره كما كتعرفوها رطبه بزاف، فغنحاول نخلطها مع السكر. بسم الله بالطريقه هذه. نحرك هنايا عندي ربعة ديال بياض البيض كما مرتكم في المقادير، فغادي نحاول نخدمها بالطراب الكهربائي حتى تولي بحال بياض الثلج ان شاء الله. من بعد باش خدمت البيض بياض البيض عفوا وتضاعف الحجم ديالو، غادي نضيف له السكر ودقيق الذره وغادي نخلط مره ثانيه. السكر دائما كيبقى على حسب الرغبه. دابا ان شاء الله غادي نضيف اللب ديال الفايني اللي غادي نقطعو بهذه الطريقه هذه. بزاف ديال الناس كيعرفوها بحال هكا، وغادي نضيف الفايني كما كتشوفوا كذلك. نحاول ندير له معلقه وهكذا الكميه اللي بغيت، غندير شويه وغنخلي شويه باش نديرو مع القشده ان شاء الله.
ثم كما كتشوفوا ضفت الفايني. بالنسبه اللي ما عندوش متواجده الفايني يقدر يعوضها بالروح ديال الفايني، ولا ما يدير حتى حاجه، انا ضفته غير باش نسم بياض البيض، وان شاء الله دابا غادي نخدم مره ثانيه. من بعد باش خدمت بياض البيض بالطراب الكهربائي واحد المده كنحصل على هذا الخليط، خليط متجانس كما كتشوفوا هاك هو، ومنسم بالفايني اللي فيه واحد المذاق رائع رائع لذيذ جدا جدا، واخا قبل كاع ما يطيب. دابا ان شاء الله غادي نحطه في الطاوه. دابا ان شاء الله غنحاول نوضع الميرينغ ديالي في اللاطه ديال الفران، مباشره في اللاطه اللي غادي ندخلها الفران على هذه الطريقه، هذه دائره بسم الله. كما كتشوفوا حاولت نحط الخليط ديالي في لاطه ديال الفران مباشره، حاولت نديرو على شكل عش. غنخويه شويه من الوسط. وبالنسبه للطهي فضروري ان الفران ما يكونش سخون بزاف، خصو تقريبا 100 درجه تكون الحراره ديال الفرن. وبالنسبه لمده الطهي فهي كتجاوز من 70 حتى 90 دقيقة على حسب الفران ديال كل واحد فينا. ودابا ان شاء الله غادي نحط الميرينغ ديالي في الفرن. دابا ان شاء الله غادي نخدم القشدة الطرية حتى نحصلوا على القوام ديالها، عاد ان شاء الله غادي نضيفوها على البابلوبا ديالنا. دابا باش نشوف القشدة ديالي بدات كتشد راسها بدات غتطلع، غادي نضيف السكر وغادي نواصل الخلط والتذكير بان النطا كانت عندي في الثلاجه بارده. دابا غادي نضيف الفايني وغنخلط مره ثانيه ان شاء الله. دابا حنا وصلنا للقوام ديال القشده ديالنا مع خلط معها الفايني كما شفتوا. دابا ان شاء الله غادي نديرها على البابلوبا ديالي. ها هي البابلوبا ديالي من بعد باش خرجتها من الفران. دابا ان شاء الله غادي نضيف لها القشده الطريه بسم الله. باستيل رائع ولذيذ فعلا لذيذ، حتى المذاق ديالو مغاير والتكستوره ديالو حتى هي مغايره على المعتاد. دابا ان شاء الله غادي نزينو بالتوت الاحمر والازرق والفراوله. هانتوما كما كتشوفوا هنا سرحت الكريمه فوق الوجه ديال بابلوبا ديالي. الحاجه اللي بغيت نقول لكم ان مهم بزاف انكم تخليوا البابلوبا تتبرد في الفران عاد ديك الساعه تخرجوها من الفران، لان كما كتعرفوا هو في البيض البيض فغيتفرتت لكم بسرعه، فمن الاحسن خليوها باش تكمل بالطياب، خليوها في وسط الفران حتى تبرد، وديك الساعه ان شاء الله خرجوها وديروا لها الكريمه من الفوق. ودابا على بركة الله غنبداو بالتزيين بالفراولة بسم الله. وهكذا كنقدم البابلوبا ديالي وهكا زينتها. كنتمنى تعجبكم وصفة اليوم وتجربوها لأنها فعلا كتستحق التجربة، لذيذة بزاف والمقادير ديالها بسيطة، وبالإضافة الطريقة كما شفتوا سريعة ما فيهاش تعقيدات. شكرا لكم، شكرا على تعاليقكم، شكرا على مشاهدة ديالكم الفيديوهات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.